المهم البنات اول حاجه ملي كتفيق بنتي كندير لها شويه ديال الرياضه، يا كمامي كندير شويه ديال الرياضه بحال ما هكا. يلا 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 بسم الله، يلا 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 يلا. اوبلا برافو بنتي. كنديروا هذه غير مره واحده البنات صافي. من بعد كندير لها هذا المساج بحال ما هكا للرجيلات، يلا واحد خمسة المرات بحال ما هكا صافي. كندير لها بحال ما هكا، ايوا بنتي برافو برافو على بنتي. مي البنات هاد الحركه كتحيد ايضا الغاز. يا لا ماما نشوف واش كاين شي غاز عندك، كاين شي غازات عندك اميش؟ ها ماما كاين عندك شي غازات؟ طط 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 طط. يلا يلا ماما برافو برافو بنتي برافو برافو عليك يا بنيتي برافو برافو. نديرو لهم دابا بحال ما هكا شويه، برافو عليك برافو على بنيتي. مهم بعد كنديرو لها هكا المساج، مساج الظهر ديالها باش هكا شويه من تكون فايقه ديرو لها التمارين البنات راه مزيانين. ونضربوها شويه، نضربوها في الكوشه ديالها ياك بنيتي. وصافي كندورو للجهه الاخرى كنديرو لها نفس الحاجه. وصافي درنا الحركه الاولى، دابا اش غادي نديرو؟ غادي ناكلو ميام ميام. يلا 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 كنلعب معاها شي شويه البنات. اجي ماما اجي كت 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 ونضحك ونغني ونشط نشط شويه. يلا نغنيو شي شويه قبل ما نديرو ميام ميام. يلا الويت جانت يا الويت الويت جي تي بلوموري Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah la 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 la. Non mamie, yel yel on a essayé d'y mettre une force chouïa, mais c'est bravo la bunti, yalla, bravo yel, zid, hop là, non. شنو حبيبه ديالي كبيده ديالي مواح كبيده. المهم شنو بغيت نقول لكم البنات، الا كان هكا مزيرين ايديداتهم فعرفوا فيهم الجوع يف... انتيا ومنين بداو هكا شويه يرخاو دوك الايديدات ما يبقاوش هكا مشدودين بزاف عرفوا بلي غادي كيشبعوا، يفوا يحلوهم بحال ما هكا، يحلوهم بحال ما كيعرفوا صافي راه شبعوا. هذه واحد الاسوس كنت شفتها وقلت نشاركها معكم ايضا باش تعرفوا. هي انا كندير معكم على بالها هي كندير معاها. ويني فديت انا هاد الضحيكه واش شفتوا ليا؟ هنا غادي نوريكم واحد الطريقه باش تقرعوا وليداتكم. يلاه مامي اوبلا برافو نشد بحال ما هكا ونطبق بحال يدي اللور باش الظهر يبقى مستقيم. بسم الله يلا وي كوسي كيلدي بيني مكزماي. البنات ها انتم الفطور ديال الزربه، من طبيعه الحال حاطه شويه ديال الفول السوداني لابني. المهم داكشي قسمه، المهم عاشو البيض كان غادي يتحرق لي والله. واخا عليك واخا عليك الرويه واخا، ما خلاتني ندير حتى شي حاجه، ما خلاتني نوجد فطوري لا والو. هاي المهم هنا درت اتاي شوك ياشا رحمك الله حبيبي ديالي شي اللي كاين. المهم قلت لكم درت انا الفطور العالي
درت لي الفطور، درت لي كل شيء عاد باش انا جيت ندير الفطور ديالي انايا، حيت عاد نمشي بكري الخدمه، قلت ما يمكنش نخليه بلا الفطور درت شي حاجه. ايوا هادشي اللي كاين. المهم نفطر البنات هكا، خاف نزربا وليت كنفطر دغيا، وكنوض دغيا راكم عارفين شو كت... في الماكسي كوزي ماشي نعسة صغيرة هكا، باقا ما نطبخش النوم ديالها. المهم اكيد غادي تفيق. المهم دابا حطيت لها الاي مزيك بزز باش شدات ليا الهاية بزز. هاد اليومين شوية صراحة يعني تسخسخت معاها بهذا المعنى. ايوا هادشي اللي كاين البنات. فقط بغيت غير نفطر عصير وتصور معايا منين دويت معاكم، انا باقي ما فطرتش نص بوا، انا كنزعزع فيها هكا باش غير تسكت. والمشكله رضعتها، يعني رضعتها بدلت لها الكوشه، بدلت لها يعني حيدت لها الغاز ديالها، كلشي الحمد لله. ايش غندير؟ الله يسمح لينا من الوالدين. الله يحفظها لي من الجهه ديالي من كل شر يا ربي. المهم انا باقي كناكل، عرفت تصور معايا نسيت ما درتش الحسوه ديالي. نورمالمون كنفيق كندير الحسوه كان مع الغوات ديالها، دخلت صافي ما بقيت عارفه منين نبدا. اول حاجه انا خديت الميديكامون ديالي ديال التيرويد ديال الغده الدرقيه البنات، كيف ما قلت لكم ديجا راني باقيه مكمله فيه. كل سيمانه كناخذ وحده في النهار، حتى نهار الاحد كناخذ جوج. ايوا صافي خديته قبل نص ساعه، قال لي الطبيب غير قبل نص ساعه خديه راه مزيان. من بعد درت ليا البيض فيه بروتين فيه الانرجي، وهذا الشيء ديال المهم درت كل شيء ديال الحلاوه باش تعطيكم الانرجي ايضا. هي شويه ديال الكونفيتور، هي شويه ديال هاد ديال الفلفل السوداني حتى هو زوين البنات، زوين بزاف. هي شويه ديال الشوكولاته نوتيلا. المهم شي حاجه تعطيكم انرجي ومام طون فيها فوائد ومام طون كتعطيكم الانرجي. البنات قبل ما نسالي الفطور ديالي كناخذ الكركان، انا ديجا دويت لكم عليه بخصوص الادره ديال الحليب، البنات اللي ناقصه عندنا بالحليب يرضعوا وليداتهم بخصوص الام المرضعه طبعا. والثاني حاجه كناخذ البنات تين راكم عارفين راه غني بالالياف الغذائيه اللي كتحتاجو الدات ديالنا، المعادن الفيتامينات، يعني زوين بزاف. وسورتو النساء ولا كيحيد امساك بهذا المعنى زوين البنات، الوليدات اللي عندهم الامساك بزاف. هذا هو الفطور ديالي انا، كنحاول ما نكون كل حاجه ناخذ شويه ديال الحلاوات، شويه ديال الاجبان، الزيتون، البيض طبعا ضروري البنات كل صباح تاخذوا البيض، حيت راه عرفتوا راه مش انكم ترضعوا البيبي كيخدم لكم جهد كبير 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 بزاف، على خصكم نتوما تعوضوا الفيتامينات ايضا الولد ديالكم ولا البيبي ديالكم ياخذ لكم الفيتامينات. ما خصكمش ايضا تنساو نتوما ريوسكم، فهمتوني؟ يعني خصكم تاكلوا كميه ازيد من قبل باش هكا يلاه ويلاه باش هكا يكون عندكم ديما انرجي. ايوا هادشي اللي كاين البنات، واخا صراحه هذا صعيب الحشويه ولكن كوراج ليكم والله يعاونكم. صعيب ولكن ان شاء الله كلشي غادي يفوز، غادي ما شاء الله دغيا كيكبروا. هادشي اللي كاين الحمد لله بفضل الله، الحمد لله وشكرا كسيد ربي ورزقكم محرومه يا ربي الدريه الصالحه. يلا صباحكم مبروك. المهم البنات انا دايره الحسوه ديالي طبعا، نقول لكم هاد اليومين ريا شويه النعاس ديالها طار، قالوا لي بلي امر عادي. ملي شفت في الانترنت قالوا لك هاد القضيه كيسميوها طفره النمو عند الرضيع، وايضا الطبيب كنت ديجا قلت لكم بلي قال لي نفس الحاجه. فهاد اليوم شويه صراحه الا تسخسخت معاها نعاسه في الصباح كيكون قليل بزاف، وكيكون من بعد كتنعسي بلي شي شويه. قبل ما كانش بحال هكا، كنت ديجا قلت لكم بلي نظمت ليها التوقيت ديالها، وكي واخا تعيا وما تنظمو حيت البيبي دابا باقيين صغار، سورتو دابا تيلحقوا على قال 6 شهور تيلحقوا بنا سيمو عا باش كيولي شويه النعاس ديالهم كيتبدل. اما دابا كل مره النعاس ديالهم كيتبدل. دابا بنتي انايا ديك السيمانه ما شاء الله تبارك الله عاتي النعاس ديالها غزال، عاوتاني هاد اليومين البنات ما نعاودش لكم النعاس ديالها طار 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 ديال بصح ما عرفتش شحال غادي يبقى، عاوتاني غيرجع كيف ما كان. وهكذا تسير الحياه. وهكا كتبقاي غادا حتى شويه كيكبر. ايوا المهم علينا حنا غير نصبروا معاها تتكبر شويه ترجع لها النعاس ديالها.
ايوا هادشي اللي كاين الباس. المهم لقيتوني دابا غادي نحط الحسوه ديالي ناكلها مع ثلاثه ديال التميرات، وان شاء الله ندير الغديوه ديالي ونشكل. عشان بارفو بزاف ديال الناس كيوقعوا دي كاتاستروفيك، وهادو كيعاونكم باش ما توسخوش هكا النورسيم ديالكم وداكشي كامل، داكشي ديال الاثاث. شنو اخر بغيت نقول لكم؟ ميم هذا كندي معايا واحد كنحطه في الحقيبه. مامي بنتي كندي مع المتابعين البنات. ميم ملي كنمشي مثلا كنبدل في بيبي كوداس في المولات وداكشي كندي معايا وحده، واخا تما كاين كلشي السير باك وكلشي، ولكن البنات ضروري من هذه وحده هكا مثلا ما يكونش سيربا كل مثلا. المهم احسن حاجه مع تما كيبدل، اي واحد كيبدل ضروري دير معاكم واحد هكا. ايوا خلاص البنات هادشي اللي كاين. المهم انا كنت كنستعمل اوني واقيلا جو بونس ولا والله ما هيب ديال هادشي ديال هاد السيربا. خديت ديابة ديال سليبي، ديال سليبي بنات زوين عجبني بزاف. اول حاجه اللي عجبني فيه هاد اللعيبه كما قلت لكم الاخرى ما كانش فيها، فهادي ساهل ومن غير هادشي هادي ما فازقاش بزاف، الاخرى فازقه. فكنصحكم بهذه البنات، غزاله. ومن احسن خدود اللي كيكون فيهم اوني كيت شارب كرك اللي كيكون فيه 12 ضرب 40 زوين، هادو كيتقاموا شويه رخص. ومن احسن خدوهم ماشي من ابيبيك، خدوهم من جيوي. الا كنتو تاخذوا 12 ضرب 40 في جيوي كيتقاموا رخص على ابيبيك، خصكم تردوا بالكم من هادشي. ماما المهم البنات اول حاجه غادي نديرها هنا غادي نمسح لها العنق ديالها. اول حاجه غنمسح لها العنيق حيت البنات مع الردان داكشي كيتوسخ لها العنق ديالها دغيا واش ديالها. ودابا الجو ما بقاش كيف كان البنات، ما بقاش زعما ديك الحراره. ماما الكبيده اش كندير حنا؟ اش كنديروا؟ كنمسحوا بنتي، كنمسحوا لها خيخي. برافو عليك يا بنتي، برافو. ودابا غنمسح لها البنات هاد الجديدات، راكم عارفين مع ال دي 1 اللي جات فكيتوسخوا. المهم بزاف منكم كيقولوا لي علاش كتلبسيها اللي جات؟ البنات راه ما يمكنش الا حيدت لها اللي جات كتبقى تاكل في يديها وكتبدا تقمش وجهها واخا محيده لها الضفيرات وكلشي. فلهذا اللهم اللي جات وكنخليها بارفو هكا تنفس، مره كنخليهم هكا يتنفسوا يديداتها. الجو منعاودش كيف كيتبدل، فغادي نلبس هاد الليكات، غنلبس لها هاد السوي فيه تقيشات، هذا زوين الصراحه. وغنلبس لها هذا زوين هانتوما طراقه، وهاكا خفيف ماشي سخون غزال، حسن ما نلبسها نسقم حيت كيفاش كيف قلت لكم هاد الجو. يا سلام البنات كلشي ديال الكريمه، ملي كنستعمل هاد الكريم ديال سيفاميد البنات زوين، هاد بيبي كريمي اكسترا يوموشا. نديرو العنياق صراحه، كنت ناويه ناخذ لها اليوم الدوش ولكن علي مشى بكري الخدمه فما كاين مشكل، حيت كناخذ لها دابا البنات كل صباح تقريبا نهار نهار لا ماشي ديما. صافي لبس لها اللبسه ديالها. وينا شكون غنلبس لك اليوم اللبسه؟ شكون كنحاول ما يمكن نزرب البنات حيت الله يحفظ. المهم الحمد لله بدا وريا نعس، المهم نعست ليا فاش قطعت معكم الفيديو، نعست ليا واحد نقولو ساعة تقريبا. صافي بقى نعس البنات فايقة حتى لدابا، دابا راه تقريبا السبعة عاد باش نعسات دابا. صافي دابا ان شاء الله غادي تنعس، حيت حتى البارح فهاد التوقيت باش نعسات، دابا ولا النعاس ديالها بحال ما هكا. كنتمنى ان شاء الله انه يتبدل وترجع نفس السيستم ديالها. المهم قلت درت معكم فيديو، درت معكم نشارك معكم داكشي اللي خدا علي البارح، كنت وصيتو عليه. المهم بطبيعة الحال كان في الخدمة ومشى لواحد المول وخدا داكشي اللي وصيتو عليه. المهم خديت هاد الارت ارت ما من ديري
فوالا عوض داك داك اللي وريتكم قبيله اللي كنبدلها تحسو. فكل مره خصني نبقاو ناخذو الاخر مثلا نديه معايا غير في الحقيبه اللي كنخرج معايا اللي كندير في الغرض ديال البيبي الاغراض ديالي طبعا. فقلت هذه للدار المهم زوينه ديال البنات دايره بحال ديك الطابيه اللي كنديو الحمام والله العظيم دايره بحال هادشي فن البنات كنصحكم تاخذوها وغزال عرفتي هاد ديالها فن رقيق هانتو فن فن هادي غادي نستعملها هنا في الدار هانتوما شي كتجي بحال ما هكا زوينه هادي للدار عوض ما بقى ناخذ الاخرين غيتقم عليا مثلا اكثر غيتقم عليا اغلى فهادي كتاخذي غير مره واحده وكتهنيك الاخرين كيف ما قلت لكم غادي نستعملهم البرا بحال المولات داكشي كامل. والبارح المهم كنت مصدعه كنقول بغيت نخرج نتمشى هنايا البنات ملي كنفكر عندي البوسيت وكدا خصني ننزل البوسيت راه صعيب الحال شويه وراكم عارفين مع الثقول والريا راه باقا صغيره فقدر خصني ناخذ حمال فخديت هذا كيقولي هنايا بيبي كانغورو صوف هذا خديت هذا خديت المهم ما خديتش شي حاجه اللي واو خديت شي حاجه اللي عاديه حيت غادي نستعملو غير مره فهمتوني انتما شو هاكا براتيك احسن حاجه انه براتيك انتما كتحطو بحال المهدات البنات هذا الشيء اول مره كنجرب صافي هادشي براتيك بزاف كيف ما قلت لكم كتحطوها بحال ما هكا صافي كتحطو البيبي بحال ما هكا احسن حاجه ما فيش ديك اللعيبه اللي كتكون هنايا احسن هكا صافي كتخرجيه معاك كتحطيه المهم هادي حتى 20 كيلو فن فن زوينه. المهم قلت نشارك معكم هادشي ما حد درت هادشي ديال الروتين ديال البيبي فقلت نشارك معكم هادشي اللي خديت ولكن هاد زوين هذا فن البنات كنصحكم به. ايوا صافي هذا ما كان راكم شوفوا النهار ديالي كي كيدوز مع ريا تقريبا هاد الايامات كامل بحال ما هكا وخليوا لي رايكم تحت في الكومونتير خليوا لي النصائح ديالكم اي حاجه جات على بالكم خليوها لي تحت في الكومونتير وشكرا لكم بزاف على الدعوه ديالكم شكرا لكم بزاف على اي حاجه زوينه جات من عندكم خليوا لي افكاركم وشنو بغيتوا نشارك معكم يلا خليتكم على خير تنزيد ان شاء الله نتلاقاو.